السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تقويم ودعم الوحدة الأولى. هذه الحصة تندرج في الأسبوع السادس من هذه الوحدة، مجال عالم الأصدقاء، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان نصنا التقويمي: أصدقاء الأقحوانة. أصدقاء الأقحوانة. عاشت وسط بستان أقحوانة بيضاء متفتحة الأكمام. في أحد الأيام زار البستان مجموعة من الأطفال، ففرحت الأقحوانة عند رؤيتهم وقالت: هؤلاء أصدقاء الطبيعة، وأصدقاء الطبيعة هم أصدقائي. انتشر الأطفال في البستان والأقحوانة تراقبهم باهتمام. بدأ نزار ينتزع الأعشاب الطفيلية بهمة، فقالت الأقحوانة: يا له من صبي نشيط، نزار يصلح أن يكون صديقي. لكن ماذا تفعل رشيدة؟ إنها ترمي الحجارة في البركة. مسكينات صديقات السمكات، لا شك أنها قد أفزعتهن. إن رشيدة لا تصلح أن تكون صديقة لي. سأرى الآن ما يفعل محمود. يا لفرحتي، إنه يمسك فرخا بلطف ليعيده إلى عشه. إن أحمد يرأف بالحيوانات وهو يصلح أن يكون صديقي. رأت الأقحوانة سعيدا جالسا على مقعد يقرأ كتابا، فابتسمت وقالت: الحمد لله، أصدقائي كثيرون. أحيط بخط من لم يذكر في النص. إذن الأقحوانة ذكرت، رشيدة ذكرت، المعلمة لم تذكر، رقية لم تذكر، محمود ذكر، سعيد ذكر، ونزار ذكر. إذن ما لم يذكر في النص هي المعلمة ورقية. أضع العلامة المناسبة لصديقي أو صديقتي الأقحوانة. نزار ينتزع الأعشاب الطفيلية، إذن نزار ليس صديق الأقحوانة. إذن عفوا، نعم العلامة هنا، نزار، نعم العلامة هنا. رشيدة ترمي الحجارة في البركة. إذن أيضا رشيدة، أعتذر، إذن نزار ينتزع الأعشاب الطفيلية، إذن فنزار صديق للأقحوانة، وذكر هذا في النص أيضا. إذن يا له من صبي نشيط، نزار يصلح أن يكون صديقي. رشيدة ترمي الحجارة في البركة وتؤذي السمكات، إذن رشيدة ليست بصديقة للأقحوانة. محمود يطارد الفراشة، إذن محمود أيضا ليس صديقا للأقحوانة. سعيد يقرأ كتابه، سعيد صديق للأقحوانة. لاحظوا ماذا قالت الأقحوانة حينما رأت سعيد يقرأ كتابه: الحمد لله، أصدقائي كثيرون. ألون صفة صديق الأقحوانة التي لم تذكر في النص. إذن يحترم النباتات، يحترم النباتات ذكرت، يحترم الحيوانات أيضا ذكرت، يحترم أصدقائه لم تذكر. إذن الصفة الوحيدة التي لم تذكر هي يحترم أصدقائه. حتى يطالع الكتب ذكرت. أضيف إلى قائمتي أربع كلمات لها علاقة بالصداقة، إذن أربع كلمات لها علاقة بالصداقة: صديق، وفي، متسامح، متعاون، محب،
وأخيرا متضامن. أحيط مرادف الكلمة الملونة، إذن يطارد محمود الفراشات، يطرد أو يتبع أو يطير، إذن يطارد محمود الفراشات، يتبع محمود الفراشات. أضع الكلمة المناسبة في الفراغ، أفرغت أفزعت فزيته الفراشات من محمود، إذن فزعتي، إذن بمعنى خافت فزعتي الفراشات من محمود. رشيدة الفراشات، إذن أفزعتي رشيدة الفراشات، إذن فزعت الفراشات من محمود، أفزعت رشيدة الفراشات. استعمل لا شك استعمل الكلمات الملونة في جمل، إذا لا شك أنها قد أفزعتهن، وإن رشيدة لا تصلح أن تكون صديقة لي، إذن لا شك أن البرتقال غني بالفيتامين، إن الأصدقاء لا ينبغي أن يغشوا أن يفشوا الأسرار بينهم، إذن لا شك أن البرتقال غني بالفيتامين، إن الأصدقاء لا ينبغي أن يفشوا الأسرار بينهم. أركب جملا مستعملا متى كم ولماذا، إذن متى تنتهي العطلة لألتقي مع رفاقي، إذن متى تنتهي العطلة لألتقي مع رفاقي. إذن الكلمة الثانية كم بقي من يوم لعيد ميلادك. إذن ننسى علامة الاستفهام بعد كل جملة استفهامية، لماذا لم تقرأ قصة، لماذا لم تقرأ القصة. إذن أحول الفعل شرب حسب الضمائر، أنا شربت، أنت شربت، أنت شربتي، هو شرب. إذن هي شربت، أنا شربت، أنت شربت، أنت شربتي، هو شرب. أتمم الجملة الآتية، فهم الطفل حكاية، رسمت ليلى علما. أكمل ما يأتي بلي أو ال أو الشمسية، القمرية أو الشمسية. إذن الصداقة فوائد كثيرة، أو للصداقة، إذن للصداقة فوائد كثيرة، منها المحبة بين الأصدقاء والتعاون على مراجعة الدروس وتبادل القصص المفيدة. إذن الصداقة للصداقة فوائد كثيرة، منها
المحبة بين الأصدقاء والتعاون على مراجعة الدروس وتبادل القصص. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.